السلام عليكم خوتي اخواتي، معكم صابر من طنجة. ما كتشوفوا انا معاق، والحالة ديالي الاجتماعية ولا المادية صعيبة شوية. ما كنستفد حتى شي، ما استفدت حتى شي جمعية ولا ما الدولة ولا حتى شي حاجة. وكنت من المحسنين ومن سيدنا يديروا شي التفاتة حدنا، ومن الجمعيات اللي المغرب يعملوا شي التفاتة جهتنا. وانا قلت لك كنت في الجبل والحالة صعيبة بزاف، ما قريتشي. قريت عامين، تحضيري وابتدائي، تحضيري والثاني، وتخسر لي كرسي وبقيت جالس الدار. ضربت 9 سنين حتى 2019. اجا خويا يونس شرا لي، جاب لي الكاروسا الله يجازيه بخير، وانا باقي خدام بها لدابا. والباتريه تعيا ولا، وما سكت عيا كامله. وكنتظن ما يدبروا عليا شي كاروسا، بحال هذه جديده. وانا قلت لك درت قصيده، كنت في الجبل عملت قصيده، تكررت في الجبل مره، عملت قصيده هالرسمه الفخطه ديالي، وضربت شهر 20 يوم في مرتيل، وتعدت المهم بزاف. وكنت من ندير ثاني شي دار في المدينه، ما نرجعش للجبل مره، والله ما كره ما نرجعش للجبل، نبقى في المدينه، حيت المدينه كنقدر نتحرك في راحتي. دابا الا جا الشتاء، متى طاحت الشتاء غنبقى الشتاء شحال ما ضربت الشتاء 15 يوم شهر غنبقى في الدار، ما خصنيش ما نقدرش نخرج حيت الزلاق بزاف وبزاف د الحوايج. انا في المدينه لا، انا في المدينه كنحس براسي مرتاح ونقدر نتحرك بحريه ديالي براحتي. وكنتمنى من سيدنا ومن المحسنين من الجمعيه يعطوني شي دويره ويدبروا عليا المهم شي خلصه شهريه باش نقدر نعيش بحالي انا وبحال الناس. ما كنتمناش ان نمد يدي لشي واحد، ونعيش بغيت نعيش بكرامتي وشرفي. احنا بالسبينة الوالد عنده جوج دنسا، المراه اللي الله يرحمها مسكينه وساليها عند 11 بينا احنا الدراري، واخرين مزوجين بقينا قلب 4 بينا والوالده والوالد. والوالد مول الدار 1000 درهم الشهر، يعني 1100 درهم كيسنى ذكرى. هذيك المراه ما كانت شي كترحم، ما نكذبش عليك، خصها 1000 فلوس موت ولا عيش. كنقول لها انا الدعم عندي الراميد، ودفعت ما عطاونيش حتى درهم. قلت لها زعما يخرج لي الدعم وانا رزقك ما نقولك شي فيه، المهم الدرهم اللي جا نعطيه لك. قلت لك لا، انا فلوسي قد عرف فلوس دابا وساعة مصدع انا، مهم دبرت واحد الدار مول الدار قرر يصبر عليا حتى نجيب له الكرا ديالو، والحمد لله الله يجازيه بخير. عملت شكاية والو، بقى دابا كتعالج كيقول لك في دور المعالجة. وانا كنشوف الناس اللي باقيين غير بوحديتهم صحاحين وبصحتهم وعندهم الفلوس كلشي استفاد، وانا بوحدي مزيتهم باقي ما استفدتش كيفاش، الله اعلم. وكنتمنى منهم يشوفوا جيتنا ومحسنين وسيدنا يلتفت حيدنا لجيتنا. ما انا منكدبش عليك، انا مضيع بزاف والله، الا مضيع من جهه الدوله ما مخصه لي حتى شي حاجه. ابسط الحاجه ما الكرورة هذه اللي في طهري خرطة، هذه خرجت ملي كنت كنقرا، كان عندي كرسي شويه كبير عليا وكنت كنورك لواحد اتجاه، والنهار على نهار بدات كتكبر. دابا الكرورة معدباني بزاف، ما نكذبش، الحمد لله على كل حال، بغاها الله الحمد لله. كنتمنى يكون عندها شي حل تعوض ترجع المطعم وصافي، نطلبوا من الله تعوض مع الكرورة ويكون خير. الكاروسة البطارية تعيا ولا مرة، ما كانت البطاريات ما كيصبروا شي مرة. كنمشي مثلا نخرج من الدار نجيب صخرة درجات برص البطاريات مشى خصك تشارجي. وكنتمنى شي كاروسة جديدة، وحتى هادي عيات بزاف وصغيرة عليا، انتي كتشوفني بها مجموع فيها. نتمنى شي كاروسة كبيرة عليها وانا ساكن بعيد بزاف. دابا جيت عف الطرامبية، جوج طرامبية دابا شبرت اللي هنايا، والحمد لله على كل حال. انا عندي امل في الله وفي سيدنا وفي المحسنين يعاونوني، وفي الجمعيات اللي كيعرف
دابا المهم كلشي عايشوفني وكنتمنى تعاونوني يا رب. الرقم ديالي كيبان في الشاشة او تما نعدكم 06 71 38 37 62. كنتمنى تعاونوني يا ربي من طلم الله ومن محي ومن جمعيات اللي ما عطاونيش. انا قلت لك ما عطاوني حتى شي حق ولا شي دعم ولا شي حاجة. انا بغيت نعيش بحالي بحال الناس. يكون انا عندي الدار ديالي وكان عايش بكرامتي. والمهم الحمد لله ونطلبوا من الله ومن المحسنين ومن سيدنا. انا قلت لك يلتفتوا لجهتي وشكرا بزاف لكم.